طلب بسيط خلينا نوصل هذا المقطع 30 افلاك من زمان ما كسرنا ارقام شويه لايكات ويلا نبدا المقطع. الخبر الاول اللي عدنا عن رشا مار وهل هي طلعت من فريق نور مار. فالقصه كلها بدت يا حبايب لما رشا حذفت كل الصور والبوستات على حسابها بالانستغرام وشالت الصوره المصغره ونزلت هذا الستوري كاتب مصالح مشتركه بتقلي واللي هي تقصد ان نور مار قال لها ان كل اللي كان بينهم عباره عن مصالح مشتركه مو اكثر. فهي ردت عليه وانا اللي كنت معتبرته كل اولويات حياتي. طبعا الاغلب ما يعرف شنو اللي صار، هل هي فعليا رشا مار طلعت من فريق نور مار؟ صار خلاف بيناتهم، ما ادري الصراحه. كل شيء راح نعرفه بالايام الجايه. اكتبوا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع وشنو راح يصير بالمستقبل. نروح حاليا نور ستار والتنمر والتهجم اللي تعرضت له. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي كان بهذا الفيديو، بعطيكم شويه لقطات من عنده شوفوه. فعليا كل الكومنتات اللي جت يا حبايب كانوا يتنمروا عليها وعلى جسمها واللي قاعدين يتهجمون عليها. فمثل ما شفتوا الفيديو يا حبايب اكتبوا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. روح حاليا لمصطفى الريدر وهل كل اللي صار بينه وبين ياسو عباره عن مقلب مو اكثر. فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري كاتب جاهزين للقصف، منو تتوقعون وياي بالاغنيه؟ وصراحه من الواضح انه وياي بالاغنيه راح تكون هي بنيه، وطبعا الاغنيه راح تكون بعنوان كرنفالي 2. فالاغلب طبعا متوقع انه ممكن تكون بالاغنيه هي ياسو. كل اللي صار بيناتهم عباره عن مقلب، ما ادري الصراحه. خلينا ننتظر ونشوف شنو راح يصير. اكتبوا لي بالكومنتات شنو توقعاتكم للموضوع. روح حاليا لاحمد ابو الربلي نزل على حسابه بالانستغرام شو ستوريات كان يسالوه بها، شو رايك بنور ستار وشو ستوريات يسألوه اذا هو ناوي يسوي عمليه تجميل، بالاضافه شويه اسئله ممكن نصالح اشخاص عندك مشكله وياهم او لا، واخر شيء يسألوه شنو رايك ببيسان اسماعيل. راح تكون كل هذه الستوريات شوفوها. كثير كويسه، كثير كويسه نور ستار، انا انصدمت. الحلو فيها انه ما بتاخذ الامور شخصي، انا عامل 15 فيديو بتمسخر عليها بس انه ظلت عادي كويسه معي. بتفصل بين الشغل والحياه، فاهمني كيف؟ هل مفكر تعمل عمليه لخشمك؟ الصراحه كثير بفكر في الموضوع. دائما بطلع حالي بالمرايه بشوف خشمي يا اخي، انه خشمي كثير صغير، لازم اكبره، بحس لازم هيك اعرضه من هون، طلعه كيف هيك هيك اخليه لهون. شوفوا يا الله شو هالسؤال. الجواب هو يعني بتصير مشاكل بنتصالح، في بين الاصدقاء مشتركين كل شيء تمام، يعني ان شاء الله نتصالح كلنا. بيسان حد كثير كثير كويسه، وبرضو عندها شغلة انه بتفرق بين العلاقة الشخصية والسوشيال ميديا، يعني بطلع بعمل عنها فيديو كامل بترن عليه بتكون فاطة ضحك على الفيديو ما بتتضايق. نروح حاليا لياسو واعترفت بحبها لوسام تيكت. فياسو كارولين كان فاتحين بث مباشر امبارحة، وبهذا البث المباشر كارولين صارت تسأل ياسو شنو أكثر برج تحبيه؟ فياسو ردت عليه انه هو برج السرطان اللي هو برج أشخاص شهر السابع واللي هو برج وسام تيكت. فوسام تيكت عيد ميلاده بشهر السابع، صار تقول عليه انه هو قلبه طيب ولسانه واللي قلبه على لسانه. أحطكم الأشياء شوفوها. هي أبراج حساسة، حتى السرطان بحب برج السرطان حتى لأنه إنسان كتير حنون وحساس ويعني قلبه على لسان. بس تعرفي انت انه البرج يعني بيختلف من بنت لشاب، يعني اذا كنت شفتي بنت مثلا برج السرطان وشاب برج السرطان يكون في صفات مختلفة بينهم، ونفس الشيء بينطبق هذا الشيء على كل الابراج. يعني انا والله اخر شيء نختم محمد اجواني، وشنو قصة الضرب هذا اللي بيده؟ الاغلب المتابعين صاروا يقولوا لنا نزلنا القصة، الاغلب متوقع اساسا هو بسبب بيسان اسماعيل، فهو قال انه حيسوي هذا الشيء بمقطع يوتيوب، وبنفس الوقت يا حبايب نزل هذا البوست على المنتدى واللي كان يقول بي انه راح ينزل فيديو يرد بيه على احمد ابو الروب، والعلاقة بنور مار وبنفس الوقت العلاقة ببرهوم الوراوي، اشياء كلش نارية الساعة بالست. اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات قد متحمسين لهذا الفيديو، وبس والله وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، بس حطوا لايك اشتركوا بالقناة عشان يكون فايد زين من قناة مملكة القصص، ومع السلامة. طلب بسيط خليني اوصل هذا المقطع 30 افلاك من زمان ما كسرنا ارقام شويه لايكات